بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظنا باليومين الماضيين نقطة تحول استراتيجية في مسيرة الثورة السورية بتدخل الجيش الروسي بكامل قوامه وبسلاحه المتطور على أرض المعركة. هذا الحكي ده مو غريب عنا، نحن نعرف أنه ليس روسيا، ما نحكي باسم بلد، خلينا نحكي باسم ديكتاتور آخر اسمه بوتين ولافروف، كان في مصالح مشتركة بينهم وبين الدكتاتور بشار الأسد لحماية مصالحهم الاستعمارية في الأرض السورية. وبعد أن تأكد بوتين بأنه بشار الأسد انهار بكل مقوماته وأصبح على شفا حفرة من الهاوية وبدأ يتساقط، ولم يستطع الاستعمار المجوسي الإيراني إنقاذه، ولا الإرهابي مثال الإرهاب في المنطقة حسن نصر الله أن ينقذ بشار الأسد من الانهيار، فبدأ التدخل الروسي الصريح والعلني بكامل سلاحه المتطور وبدأ بقتل الشعب السوري. السؤال موجه للسيد بوتين والسيد لافروف. أولا أعتقد أنكم أخطأتم خطأ استراتيجي ضخم قد يودي بحياتكم السياسية إلى الأبد. لقد كسبتم صداقة ديكتاتور مثل بشار الأسد، ولكن خسرتم شعب سوريا كاملا لما فكرتوا أن تعتدوا عليه بأسلحتكم وتقتلوه بأسلحتكم. والأكثر غرابة يعني لما رأيت بوتين بالكنيسة الروسية يأخذ مباركة الكنيسة الروسية. هذا السؤال موجه لكل مسيحية العالم، هل الدين المسيحي هو الذي أعطى بوتين الضوء الأخضر بقتل الشعب والمواطن السوري المواطن الشريف الذي لا يريد في هذه الحياة إلا أن يقول لبشار الدكتاتور ارحل واتركنا بسلام أن نحيا على أرضنا؟ هذا الحكي لا أعتقد أنه الشعب المسيحي في العالم يوافق على هذا الكلام. فكفاك يا بوتين تمثيليات وكفاك كذب على شعوب العالم. قلت أنك تحارب الإرهاب وداعش، أنا أؤكد لك أنه لا يوجد أي داعشي في مناطقنا. إذا كان في مشكلة بينكم وبين داعش فأقيموا الحرب بينكم وبينها في بعيد عن المعارضة السورية الشريفة الحرة. نحن شعب المعارضة، نحن المواطنين الحقيقيين، أجسادنا من تراب هذا الأرض، نحن تمنا ندافع عنها لآخر لحظة. ما عرفنا الإرهاب إلا الإرهاب الأسدي، ما عرفنا الإرهاب إلا وقت اللي مارس حسن نصر الله والإرهاب الإيراني، الاستعمار الإيراني المجوسي فتكا وقتلا وتمزيقا لأجساد أطفالنا وشعبنا. هنا بدأ الإرهاب من الطرف الآخر وليس من طرفنا. نحن عبارة عن شعب يدافع عن وجوده، شعبنا يباد إبادة جماعية وبشكل متواصل وبشكل يومي. والآن تقول يا بوتين أن أنت تقاتل الإرهاب، أنت الإرهاب وبشار الأسد هو الإرهاب وحسن نصر الله هو الإرهاب والاحتلال الإيراني هو الإرهاب الوحيد في هذه المنطقة. أما ما تسمونه داعش فهذه مشكلتكم مو مشكلتنا، ولا أعتقد أنه يوجد داعشي في مناطقنا، ولا أعتقد كل من قتلت طائراتك بالأيام الماضية يمثل إلا المعارضة السورية الشريفة والمواطن ابن هذا البلد اللي فقط سياسته وعقيدته أن يقول للدكتاتور بشار أسد كفاك قتلا للشعب السوري.